شايف عينين المكان؟ جاهز بقى عشان اسجل معاك. شايف انا بلف ازاي؟ بص بص كده اتعلمني. بص دي كراكات شغاله هناك ايه؟ الكراكه دي بتعمل ايه؟ بتعمق. بتعمق ليه؟ عشان السفن العملاقة تعدي، لازم يكون العمق 24 متر عشان السفن تعدي منه. لو أقل من 24 متر السفن ما تعرفش تعدي من هنا، فدي متحفرة.